أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا نقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك قيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخواته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اگر آپ کو میری تلاوت کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جانا.